تجربة يعني مؤلمة ومؤسفة لنا صراحة، يعني لما تلاقي الطفل يعني بعمر الزهور مصاب، وإصابته تكون إصابات بليغة تؤدي إلى بتر وفقدان وظيفة من أطراف أو إصابة العين أو بشكل عام، يعني إصابات تكون إصابتها مؤلمة وشديدة، خاصة يعني أنت كطبيب لما تجي تأخذ قرار صعب أنه بعملية بتر الطرف للطفل في هذا العمر. التحديات اللي نواجهها في حالة علاج الأطفال المصابين بالألغام، قرار الأول شيء القرار في بتر المصاب، هذا القرار للطرف المصاب، هذا أول قرار صعب نلاقيه. الشيء الثاني كيفية إيصال القرار للأهل أنه ضرورة بتر الطرف. يحتاج يعني قصدي كبرامج تكون كمان في الدعم النفسي، في الدعم العاطفي للمريض اللي هو بعد العملية، لتأهيل الأهل تقبل الحالة وتأهيل الطفل كيف يتقبل نفسه، لأنه أكثر ما يتأثر الأثر اللي على الطفل أنه عدم قدرته على تقبل وضعه الحالي.